ازيكم؟ كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. عاملين ايه؟ حلقه جديده من فطارك مع صلاح في رمضان، لسه مكملين معاكم في وصفات سعيده كده وتشرح القلب، فيها حاجات على قد الميزانيه، فيها حاجات احيانا بتخرب مني سنه، بس والله يعني انا بحاول اخلي التخريمه دي على قد ما اقدر تبقى في الاجازه بتاعت اللي فيها لما فيها صحاب جمعه سبت الكلام ده كله، فعلى قد ما بنقدر. النهارده عامل لكم شويه حاجات لطيفه والله. النهارده عاملين طاجن لحمه بالبصل مثلا، حاجه سهله وبسيطه بس عاملينها بتركيه كده لطيفه هتعجبكم. حلو. عاملين ايه؟ عاملين النهارده عاملين لسان عصفور. مش قادر اقول طاجن، هو مش طاجن، هو عباره عن لسان عصفور مفلفل، بس احنا عاملينه 100% صيامي. صباح الفل يا سهى يا سمير، انت طلبت مني وصفه صيامي، فاحنا النهارده انا هعملها لك وصفه صيامي زي ما انت عايزه. خلاص خلاص، انا حتى كانوا جايبين لي مرقه، انا مش هحطها لك مرقه، هحطها لك ميه عشان ما تبقاش فيها ادنى نوع من انواع ان يبقى فيها حاجه. فدي وصفه صيامي لكل اخواتنا المسيحيين، برضو تقدروا تاكلوها، هتبصوا منها قوي وهتحسوا انها فيها فاليو في الطعم بتاعها جدا. خلاص، لسه هعمل لكم كمان وصفه ثانيه، لان هي موصياني فانا قلت لها حاضر. والراجل مدير التصوير اللي قاعد معانا الغلبان اللي ما بياكلش حاجه خالص، ده من الحاجات اللي بنعملها. فاحنا عاملين النهارده لسان عصفور مفلفل بس بالخرشوف وبالطماطم المجففه وبالكرات وبشويه حركات. حلو. وكمان عاملين سلطه دافيه، او انا مش قادر اقول هي شوربه دافيه، او مش قادر اقول هو سايد ايتم دافي، هو يعني دي سلطه صحيه دافيه فيها كرات برضو، فيها سبانخ متقطعه، وفيها معايا حمص ومعايا زبادي. دي مش بتاعتك يا راس، مش هتاكلها انت دي النهارده، دي عشان فيها زبادي، ما تاكلوش زبادي من دول. خلاص. خلاص. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ يلا بينا نبتدي على طول بالمقادير بتاعتنا. الاول المقادير بتاعت لسان عصفور، معايا خرشوف، ليمونه اهي، في ليمونه. اصل الخرشوف يا جماعه الناس يعني ظلماه بجد، الخرشوف بس انتوا مشكلتكم ان انتوا بتقعوا مع حد ما بيعرفش يعمله، فلو وقعتوا مع حد بيعرف يعمله هتاكلوا خرشوف ده مدى الحياه. انت عندي خرشوف، لسان عصفور، عندي قرفه وزعتر فريش، وعندي مرمريه خضراء برضو، عندي بصل اخضر، عندي ثوم، عندي كرات، وعندي بصل، وعندي طماطم مجففه، بقدونس، لورا، وحبهان، ومعايا شويه قرفه مفرومين برضو، ومعايا شايفين شويه دول شويه مشمشيه كده مجففين يبقى شكلهم حلو معايا، ومعايا طماطم شيري من الصغيره دي عشان نحطها على الطبق ونجرنش بيها، بس هي هتدي طعم، هي مش جرنشه بس. فتعالى نبتدي بالوصفه الاولانيه على طول. طيب الطاسه بتاعتي هنا اخبارها ايه؟ تمام. يلا بينا. هنبتدي على طول بالزيت. هنشتغل كله النهارده زيت، بس انا هشتغل زيت زيتون. خلاص. هنزل بشويه زيت زيتون لان هو ده اللي هحمر فيه اللسان العصفور بتاعي. الحلة بتاعتي هنا برضو نفس النظام، ابتدت تدفى، ممكن نعليها شوية. يلا دي اللي هعمل فيها. انا الاول هحمر زيت اللسان العصفور هنا، وبعد كده هعمل الخلطة بتاعتي اللي هحطها على لسان العصفور. هنعمل ايه؟ هنبتدي الاول بالبصل. ماشي. عندي فين الزيت؟ حط الزيت. هنحط برضو مقدار زيت زيتون. تمام. وهبتدي بالبصل على طول. ايوه التش دي على طول كده. حلو. هنقلب. مش يعني انا عايزه بس يبتدي يدبل مش اكتر من كده. البصل بتاعنا متقطع رفيع خالص. فل. هيبقى معايا بعد كده كرات. تعالى اوريكم الكرات. بصوا يا جماعه، الناس كلها بتروح تشتري الكرات بتاع الفلافل او الطعميه. خلاص، ده الكرات الفرنساوي، ده الكرات اللي احنا بنحب نستخدمه. اتاكدوا بس منه لان هو عباره عن طبقات 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 فوق بعض. عاده لما بتقطعه لازم تتاكدوا ان بتبقى من جوه مليانه طينه، فلازم تتغسل كويس ولازم تظبطوها وتتاكدوا ان ما فيهاش طينه من جوه، وبعد كده تقطعوها. الكرات ده ممتاز وحقه مهضور جدا في الاكل، وللاسف مش كل الناس عارفاه او عارفه استخداماته في ايه. الناس عاده بتبقى بتستخدمه في حاجات للفلافل والطعميه، بس مش هو ده. قلت لكم واحد تاني. تعالوا بس ايه نظبط حاجتنا. هناخد شويه من الاخضر ده. ده اللي انا عايزه يتقطع رفيع. ممكن
ممكن ياخد شويه من الابيض. كده عظيم كفايه كده. هينزل معايا في البصل ده كده على طول. مش عايز اقول لكم انا بعمل الوصفه دي في الكورسات اللي انا بعملها بتتاكل قبل اللحمه. فكده بقى عندي بصل وعندي كرات اخضر. هنا الزيت بتاعي سخن، ابتدي انزل بلسان العصفور بتاعي. لسان العصفور انا عايزه يتحمر ياخد لون غامق، هنا مش ولا ذهبي ولا فاتح، انا عايزه هنا لون غامق. ليه؟ لان هو هيتحط في وسط حاجات كتيره فانا عايزه يبان. حلو، هنقلب برده تاني. تأكدوا خلي بالكم بس عشان ايه البصل ده ما يتلسعش، انا مش عايزه يتلسع، انا عايزه بس يشف يبتدي يدبل. تمام، ممكن اخد واحده تانيه هنا للمعلم لسان عصفور ده، هنقلبه برده كويس. انا بحمره بره عشان انا هنا عايز ده تسويه وعايز ده تسويه لوحده. ده كده بيدبل معايا خلاص. عندي هنا ايه؟ عندي هنا طماطم مجففه. خلي بالكم مصر دلوقتي بقت بتعتبر من احلى واحسن البلاد اللي بتصدر الطماطم المجففه في العالم. عندنا شويه طماطم مجففه بتعمل في الاقصر عن طريق يعني مواطنين مصريين وبتتصدر بره، وعايز اقول لكم بره بياخدوها ويقوموا واخدينها مفضيينها ويقولوا حط عليها العلامه بتاعتهم ويقولوا انها طماطم مجففه تبع بلاد معينه يعني. بس انا عايز اقول لكم احنا بنعمل طماطم مجففه عالميه عالميه، وبتتجفف في الهواء، في الهواء الطلق كده. وطي النار هنا كده شويه. اخبارك ايه؟ الله، يعني الله ينور يا باشمهندس محمود على الشغل بتاع الطماطم المجففه ده. واحد مهندس من الشباب المهندسين اللي في المجال ده، عامل طفره في مجال صناعه الطماطم المجففه في مصر، وبيشغل فيها كميه اسر يعني وعماله رهيبه، وهو ما شاء الله البراند بتاعه مكسر الدنيا. حمر كده شويه، خلي بالكم عشان ده ايه ما يتلسعش منكم. هنحمر ده كويس. زي ما قلت لكم انا هنا كان المفروض احط مرقه، مش هحط مرقه، انا هحط ميه. عايز اقول لكم هيبقى طعمها عامل ازاي. هيبقى هنا عندي الخرشوف. الخرشوف ده عاده لو جبتوه دلوقتي من السوبر ماركت، لان هو مش موسم ليه، فهتجيبوه مجمد، هو بيبقى واخد نص سلقه، فما تخافوش. هو ايه اللي بيحصل؟ هو واخد نص سلقه، فهو مش هياخد كل المراحل بتاعه التسويه اللي انتم فاكرينه. بص ريحه يا جماعه، هو اول ما نزل ادى ريحه على طول يا جماعه. والله العظيم من اكثر الحاجات اللي حقها مهدور شوربه خرشوف. شويه خرشوف يتحطوا في طاجن كده زي ما انتم شايفين دلوقتي. لا واخد بالي منك، واخد بالي منك. مش هتتحرقي، مش هتتحرقي. لا انا واخد بالي. حلو، طيب هنقلب ده كده كويس. هعمل ايه بقى؟ عندي قرفه زعتر طازه ومرمريه طازه، هعمل فيهم ايه؟ هاخدهم هنا زي ما هما كده، ما تحطوش الرجلين بتاعت المرمريه هتمرر منكم. انا عايز الورق ده كفايه قوي، ثلاث ورقات كفايه. الزعتر ممكن تحطوه زي ما هو مفيش مشاكل. القرفه اتاكدوا ان دي قرفه مش اكاسيا. في فرق ما بين القرفه والاكاسيا، القرفه طعمها حاجه ثانيه خالص غير الاكاسيا. بصوا الريحه هتتغير برده على طول اول ما هتلمس النار. الاكاسيا دي حاجه زي القرفه، للاسف بتتباع على انها قرفه وهو شتان في الطعم وفي القوام وفي الريحه وفي الكلام ده كله. حتى القرفه اتضربت بس. وللاسف اغلبيه اللي بيتباع في مصر هنا اكاسيا على انه قرفه.